الحمد لله اليوم نبدأ في افتتاح المركز الاستشفائي ديال مولاي يوسف بمدينة الرباط. هذا المركز هذا اللي كيعرف واحد الولادة ثانية، ولادة ثانية لأنه من أقدم المستشفيات اللي كانت عندنا في بلدنا 1919. الآن الحمد لله بعد إعادة البناء ديالو ولا من 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 أكبر ومن أجود المستشفيات اللي عندنا، من واحد الجيل الرابع ديال المستشفيات اللي غادي نخدموا عليه. هذا الافتتاح هذا جا كتجسيد للتعليمات السامية لصاحب الجلالة في تنزيل سواء الحماية الاجتماعية لكل مواطن مغربي، ثانيا لتنزيل التعديل الجذري للمنظومة الصحية اللي في بلادنا. هذا المستشفى كما كتعرفوا المنظومة الصحية عندها 4 ديال الركائز، ومن بين واحد الركيزة جد مهمة هي لا ميزا نيفو او الرفع من مستوى المؤسسات الصحية الاستشفائية في بلادنا. اذا هذا المستشفى كيجسد هذه الرؤية وهذا التنزيل ديال هذا الرؤية السامية. المستشفى غادي يكون واحد الهمزة وصل ما بين المؤسسات الاستشفائية الإقليمية والمستوى الثالث، ما يسمى بالمستوى الثالث أو المستشفيات الاجتماعية. المستشفى الجهوي مولاي يوسف مستشفى اللي غادي يشكل دعامة قوية للعرض الصحي على مستوى الجهة، غادي يمكن أننا نقدموا خدمات المواطنين على مستوى عالي. هو مستشفى تم إحداثه بميزانية تبلغ 580 مليون ديال الدرهم، 380 مليون درهم فيما يخص الدراسات والأشغال، و 200 مليون درهم فيما يخص التجهيزات، هي تجهيزات عالية المستوى اللي غادي تمكن بأننا نرفعوا من المستوى ديال الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، غادي تمكن كذلك من تخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، غادي تمكن كذلك من أننا ننظموا العرض الصحي في إطار واحد الخريطة صحية جهوية اللي غادي تمكن من أننا نتبعوا يعني نقويوا مسار العلاجات على مستوى الجهة. هو مستشفى تيدخل في اطار بطبيعه الحال في اطار المستشفيات من الجيل الجديد اللي غادي يمكنوا الان من اننا يعني نرفعوا من المستوى ديال الخدمات الصحيه، وتيدخل في اطار التغطيه الصحيه الشامله اللي اطلقها صاحب الجلاله الله ينصره، واللي كتدخل في اطار مشروع تعميم الحمايه الاجتماعيه. ومستشفى تيشكل مفخره للجهه وكذلك مفخره للوطن ديالنا تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.